نرحب بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، نعرض لكم حكايات وقضايا وشخصيات لها بصمتها في الإبداع، كل ذلك في برنامج أهل المدينة، فأهلاً ومرحباً بكم، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة المعاقون غرباء في زمن الحرب، الساعات مهنة تطارد عقارب الزمن، شاب يؤسس بنك دم إلكتروني لمساعدة المرضى في عدن. الأخبار والفعاليات تتعدد في العاصمة المؤقتة عدن، نختار لكم أهمها في هذه الفقرة في جولة إخبارية سريعة. دشنت وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الجديد في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المدن اليمنية. وقال وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله لملس في تصريح صحفي إن الوزارة حرصت هذا العام على بدء العملية التربوية مبكرا لتعويض الطلاب عن فترات الحرمان التي رافقت الأعوام الماضية، مؤكدا في ذات السياق أن استمرار العملية التعليمية في ظل الحرب يعتبر نضالا لا يقل أهمية عن النضال في الجبهة القتالية ضد الميليشيا الإنقلابية. ذوو الاحتياجات الخاصة في عدن، وعلى الرغم من كل ما يقدموه من إبداعات مذهلة، وعلى الرغم من حقهم في الحياة، إلا أنهم يعانون من التهميش والإهمال، هذا ما نناقشه في قضيتنا لهذه الحلقة. قد يبدو هذا الفتى معاقاً عن الحركة، لكنه يمتلك من القدرات والمهارات ما يفوق بها الأسوياء، رغم ما تتعرض له شريحة المعاقين من إهمال رسمي وإقصاء مجتمعي. عندهم قدرة أحسن من الإنسان الطبيعي، عنده إمكانيات بحاجات كثيرة زي المواهب زي القدرات زي يعني ما شاء الله عليهم، قادرين للوصول إلى أعلى، بس مش في حد يفهمهم. شيء من المجتمع أن يهتم بالطفل المعاق اهتمام يعني غير عادي من جميع جوانب الحياة اللي تكون مختصة بهذا الطفل. هنا ترتسم ملامح الحرمان بأوضح صورها على وجوه ذوي الاحتياجات الخاصة، فحقوقهم كما يقولون باتت مصادرة مغيبة في وطن أضحوا فيه غرباء. أحياناً أولياء الأمور ما فيش عندهم استقبال لهذه الفكرة، يعني فكرة أنهم معاق وأنه يحتاج اهتمام ويحتاج هكذا، يعني هم يكون عندهم ما فيش عندهم فهم كافي لهذه الفئة. جمعيات رعاية وتأهيل المعاقين هي الأخرى غدت مقصية عن دائرة الاهتمام الرسمي، تواجه بمفردها التحديات وتكابد مرارة الصعوبات في ظل إمكانيات ضعيفة واحتياجات متزايدة. جابوا لنا عقد، وهذا العقد 15,000 ريال بالشهر، طبعا هذا العقد يجيبوه بعد 3 شهور، يعني بعد 3 شهور يجيبوها هذا العقد، لقد خلاص يعني قد راحت نصها مواصلات ونصها كل شيء. يوجد لدينا صعوبات في هذه الجمعية من ناحية قلة في الكادر، وكذلك الدعم من الجهات المختصة، وقلة في الزيارات لهذه الجمعية، وكمان نحن نطالب في أخذ دورات للمدرسات كلا على حسب اختصاصه بهذه الجمعية. تحديات كثيرة لا زالت تحول دون اكتمال حلم هؤلاء، خاصة في ظل استمرار حرب الانقلاب التي امتدت آثارها وتداعياتها إلى شريحة هي بأمس الحاجة إلى تعزيز شعور الانتماء الآدمي. القاضية منى صالح رئيسة جمعية أنا وليس إعاقتي والمنسق العام لحقوق المعاقين بعدن، أرحب بك اليوم معنا في هذا اللقاء. وبداية، كيف تقيمين وضع المعاقين في عدن في الوقت الراهن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لنزول قناة بلقيس لتسليط الضوء على جمعية أنا وليس إعاقتي. طبعا وضع المعاقين في الوقت الراهن وضع صعب للغاية. ذوي الاحتياجات الخاصة للأسف الشديد الحكومة غافلة عنهم،
لا توجد وتيرة للعمل من الناحية الاستراتيجية في كيفية تذليل الصعوبات لهم، في كيفية توفير يعني أمورهم الخاصة التي تعني تنمية قدراتهم، من توفير وسائل التعليم، من تأهيلهم، من وضع برامج تكييفية للمناهج التعليمية كلا وحسب إعاقته، عدم التواصل مع الجهات الأخرى سبب نوع من الضوضاء في حياة المعاقين. المعاقين لهم حالة خاصة جدا، يعني هم ذوي احتياج خاص، هم يعانون أمرين، المر الأول ألا وهو حالتهم الذي بأمر الله عز وجل، إلى جانب الحكومة الجهات المسؤولة المعنية بالقيام معهم لمساندتهم ومساعدتهم ومؤازرتهم يعني تكاد تكون مفقودة. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي الجهة المعنية بهذا الشأن، ولكن للأسف الشديد في إخفاق من قبلها. كنا على أمل أنه تحت قيادة الوزارة الجديدة أن يتم النزول للجمعيات، الاجتماع برؤساء الجمعيات لتلمس احتياجات المعاقين. المعاقين لهم كم من الهموم المستفيضة التي لا ينظر لها للأسف. نحن ما زلنا وكأننا في القرون الوسطى في التعامل مع المعاقين. الناس وصلوا إلى القمر، الناس الآن في عصر الاستدامة التنمية، ولكن للأسف وضعهم يعني عن جد. أنا كرئيسة جمعية وكأم ولي يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة أحس إنه في ظلم يمارس على هذه الفئة في الجانب التعليمي، في الجانب التأهيلي، في الجانب التدريبي، في تنمية قدراتهم. في رأيك هذا الظلم حسبة القاضية هل يأتي مثلاً من سبب عدم فهم الجهات المختصة بأهمية المعاق، أو يمكن أن المعاق هو جزء من المجتمع ويمكن أن يؤدي دور فعال فيه، أم هو إهمال متعمد منهم؟ بالفعل مثل ما قلتي، عدم فهم، عدم للأسف يأتون بأشخاص لا يفقهون في العمل مع هذه الفئة للأسف الشديد. الفهم لا يتآتى من خلال شهادة، وإنما من خلال رؤية. في ناس يكون لا يمتلك الشهادة في هذا الجانب، ولكن عنده المهارة، عنده القدرات في التلمس، في النزول، في التعامل بمبدأ الشفافية. المعاق لا يحتاج إلى وساطة. إن كنت أنا كإنسان ومؤمن بهذا الجانب تحت مبدأ الإنسانية، يفترض أنه ننزل إلى هذه الفئة، يعني نبسط المسائل لهم، لا نتكبر ولا نتغطرس ولا نتعجرف، لأنه هذه فئة تحتاج الاهتمام والرعاية، ليس كشفقة أو كرحمة، لا، هم لهم من القدرات التي تضاهي أي والله قدراتنا. أنا عن جد من خلال تعاملي، لم تفوق يعني في حالات كثيرة من خلال تعاملي، هذا حق لهم، حق. صندوق رعاية تأهيل المعاقين يوجد به من المليارات، إن كان قبل الحرب وكان في المناطق الشمالية، وكانت تسخر بطريقة أو بأخرى لبعض المناطق، وكنا على أمل بعد تحرير البلد يعني من الحرب الحوثة الفاشية، كنا على أمل أنه المعاقين الذي هم قريبين من الصندوق سيولى الاهتمام بهم، ولكن أتاري بأن هنا المعاناة زادت شدة وزادت قسوة للأسف. والسبب أنه الناس المسؤولين على هذه الفئة بهم من العجرفة في التعامل، ما يعني أنا عن قد هنا بأشيد بدور صندوق رعاية تأهيل المعاقين في إطار عدن. صندوق بدأ يشتغل وبدأ يقرب الأمور، ولكن للأسف الوزارة تعيش نوع من الاحتكار في هذا الجانب. نحن كنا على أمل من الناس المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كنا حابين أن نتواصل معهم، وكنا من الناس الداعمين لهم،
وكنا نقول إنه ممكن يعملوا حاجة، لكن للأسف الشديد حتى اللحظة لم نرى جديد، لم نرى جديد. يعني تصوري إنه لحد الآن ما زلنا بنفس القوقعة، المتعاقدين لا يوجد كادر مع الـ مع الـ المعاقين. أنا أتكلم عن جمعية أنا وليس إعاقتي. نعم، قبل أن ندخل في معوقات الجمعية نريد أن نعرف متى تأسست جمعية أنا وليس إعاقتي، ما هي أهداف تأسيسها ومن الذي قام بتأسيس هذه الجمعية؟ طبعاً نحن كجمعية تأسسنا لهدف سامي ولضرورة اقتضتها المصلحة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار مديرية البريقة. أنا كأم لمعاق كنت أعاني المرار بسبب أنه ابني كنت أوديه للمنصورة، البعد والمسافة والكثافة وقلة أشحة الإمكانات، ولكن كان هذا بالنسبة لي ليس له منظر من الأهمية بقدر ما كنت أني أحس أنه تخفيف عبء علي كأم بأنه ابني يندرج في إطار جمعية تعتني بهم. إلى جانب أنه وجدت أنه كثير من الأسر لديها معاقين في البريقة لا يستطيعون الذهاب إلى المنصورة، البعد، عدم توفر مواصلات، ووضع المعاق ووضع يعني المعاق يعني معاناة. يعني إذا كان المسافة ساعة لا ربع ما ذهاب وساعة لا ربع يعني شيء مضري. يعني بالحالة دي يعني لم يتم عمل شيء للمعاق. فوجدت إنه يعني أنا ومجموعة أسر لديهم معاقين كأم وجدنا إنه ضرورة إنه نفكر إنه نعمل جمعية تهتم فيهم. وهي كانت معاناتي أنا كأم من خلال رحلة علاج طويلة مع ابني اقتضت الضرورة إنه نأسس جمعية، وأسسنا فعلا هذه الجمعية، وكانت في 14/1/2007 وتم انتخابي كرئيسة جمعية باعتبار إنه أنا من سعيت يعني لتأسيس هذه الجمعية. كانت عندي هذه الرؤية وناضلت لأجل هذه الفئة كوفاء وكأم يعني لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة. وبدأنا نأسس الجمعية، وكانت أهدافنا هي يعني أبرز أهدافنا تأهيل وتدريب المعاق، تنمية قدراته، تنمية مداركه المعرفية والذهنية، دفعه إلى المجتمع، إخراطه بالمجتمع بهويته، الاعتراف بكل ما منطوق فهمه وقصوره، يعني دفعه بطريقة أو بأخرى، إلى جانب أنه نحاول بقدر المستطاع دمجه في المدارس النظامية. نعم. التي يعني فيها الإمكانات التي تحاول أنه تستقطبه بشكل صحيح حتى لا يتأزم ويرجع إلى الوراء. نعم. منذ أن تأسست الجمعية إلى اليوم، ما هي أهم الإنجازات التي حققتها، وكذلك عودة إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجهونها؟ نحن طبعاً كجمعية رغم المرار الذي واجهناه، رغم الصعوبات، رغم يعني الضغوطات من الجهات، من بعض الجهات بعدم تلمس هوية هؤلاء الأطفال المعاقين إن كانوا صغار أو كبار، لأنه نحن كجمعية نحتضن كل أنواع الإعاقات ما عدا الكفيفين بمختلف الفئات العمرية. نحاول نركز نحن على فئات الأطفال باعتبار أنه الطفل نقدر نعمل معه تدخل مبكر بحسب البرامج المتاحة في الجمعية وفق رؤية من قبل الإدارة التي هي تنظر إلى يعني احتياجاتهم وخصوصية حالة كل طفل في الجمعية. نحن كجمعية الحمد لله رغم يعني رغم المعاناة الشديدة التي نعانيها، أولاً بسبب عدم توفر كادر حتى اللحظة، نحن لا يوجد لدينا كادر الذي ألا وهو البنية التحتية لأي عمل ناجح، ومع هذا نحن ناجحين والحمد لله. تفوقنا بإرادتنا، يعني كل وبحسب ما يمتلك من أمور يقدم. نحن كجمعية لم ترصد لنا عقود سوى 5 عقود فقط، 5 عقود من الصندوق. يعني ينقصنا الجانب الكادر في التعليم، وزارة التربية والتعليم ممثلة بإدارة التربية والتعليم في محافظة عدن رغم مطالبتنا المستمرة لهم بأنه يعني يقولوا ينزلوا يشوفون، إحنا نجد أنه التفاعل بسيط جدا من بعض الشخصيات والبعض الآخر يعني في حرب معنا. يعني حتى اللحظة مديرية التربية والتعليم في إطار البريقة
يعني لا يبدي أي اهتمام معنا رغم لديه توجيهات من مسؤوليه اللي يعني بحسب الهيكلة، إلا أنه حتى الآن لا يتعامل معنا للأسف بالوقت اللي احنا كنا نقوم يعني الإنجازات. أهلنا طلبة من البرامج المهاراتية والمعرفية والحسية والذاتية أصبحوا الآن في صفوف تعليمية. في رأيك هذا الإهمال أو التهميش المتعمد هل هو يعني متعمد أم هو مجرد إهمال؟ هذا الجواب صاحبه هو الذي يعني يعطي إجابة صريحة له. نحن حاولنا ننزل لكل مستوى الفهم لدى هؤلاء، حاولنا نتحاور معهم، حاولنا نتكلم معهم، لكن للأسف في، ولكن أنا هنا كمان أوجه يعني يصب في مصلحة من ما لا لا جمعية مثلا معينة لا أعلم لا أعلم. حتى السلطة المحلية في إطار مديرة البريقة يعني غير مهتمة بالجمعية، يعني تستقصي الجمعية بكل المعطيات، لا نعلم ما هي الأسباب. هذه الأسباب هم يوضحوها كجهات. نحن نتكلم عن المعاناة الذي نعانيها، رغم أن نحن نعمل ومتواجدين في الجمعية، متواجدين حتى في أيام الإضرابات، في أيام الإجازات التي تعطى للجمعيات نحن نتواجد كإدارة، نتواجد حتى في الطلبة نستمر معهم إلى آخر يوم في شهر شعبان، وبقية وفي من الجمعيات يعني هم عارفين ذا الكلام، ونحن على تواصل مع صندوق رعاية التأهيل المعاقين اللي هي الجهة الوحيدة اللي تدعم نحن من حيث ميزانية تشغيلية بسيطة جداً لا تفي باحتياجات الجمعية للأسف، ولكن نحن دائماً نحاول بشفافية نتواصل معهم بطريقة أو أخرى رغم الصعوبات التي كمان يعانيها الصندوق بسبب يعني مشاكل مع الوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بسبب المبالغ التي تم توريدها إلى البنك بكثير من الأمور. نعم قاضية منى، ذكرتي بالجهات المختصة وكيف تتعامل مع الجمعية ومع المعاقين بشكل عام. أيوة. هل يوجد حصر لأعداد المعاقين وتبيين إعاقة كل منهم؟ كان قبل ما ندخل بالحصر أنا كمان أشتي هنا أوضح أمور. أنت كتبت لي سألتيني الإنجازات. نحن كجمعية لنا من الإنجازات. نحن كجمعية بعد التأسيس تأسسنا في 2007، في 2008 أقدمنا على دورة تدريبية وأحضرنا خبيرة من بريطانيا، وهذه الدورة كانت لأول مرة تعقد في اليمن في إعاقة التوحد، ودربنا 70 متدربة من كل الجمعيات في إطار محافظة عدن، باعتبار أنه نحن عندنا مبدأ أنه العمل ليس احتكار على الجمعية فقط، نحن دائما نحب الشراكة، نحب الشراكة مع كل الجمعيات، حتى لو ما يكون في عمل مجتمعي أنا أحب دائما أتواصل مع كل الجمعيات. بالوقت الذي هناك فيه قصور بسبب عدم الرقابة، بسبب عدم الإشراف، ما فيش يعني بيت واحد يجمع نحن للأسف، والذي هو يفترض أن يكون، ولكن يعني هل يوجد تنسيق بينكم وبين الجمعيات أخرى أنتم بينكم البين؟ يعني ما فيش يعني ما كل واحد يشتغل باتجاه، شفتي كيف؟ وفي ناس في جمعيات لديها التصريح مثلا يكون في شيء معين تلاقيها تشتغل بإعاقة أخرى، مثلا بالإعاقة الذهنية تروح تمسك توحد، تروح تمسك صم وبكم، يعني ما فيش، لأنه الجهاز الرقابي يكاد يكون ضئيل في هذا العمل. في هناك كثير من التشعبات ومن الازدواجيات في العمل، ومن يعني المسألة في ما فيش كل يعرف مقامه وحجمه وقدراته. نحن أقدمنا على البرنامج التعليمي تأهيل الطلبة الذي لم تقبلهم المدارس، نحن احتضناهم في الجمعية وقمنا بتعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم ثم تعليمهم، والآن أصبحوا في منهم من صف خامس منهم صف سابع. معانا نحن في الجمعية 4 شعب، شعبتين للتدريب والتأهيل لكل أنواع الإعاقات اللي هي التوحد الحركي، الشلل الدماغي، متلازمات الداون، كذلك الصم والبكم وضعف السمع. وفي معانا صفين تعليميين، صف قابل للتعلم بالنسبة للأطفال الذي يتم تأهيلهم من صف المهارات اللي التوحد والشلل الدماغي ومتلازمات الداون اللي هي الإعاقة الذهنية بنسبها يعني إن كانت متوسطة أو ضعيفة أو كبيرة، فنقوم بإفرازهم، ومن ثم بعد ما يخضعوا لامتحان لتقييم
نسبة الذكاء والقدرات التي متوفرة عنده، إن كان قادر على التعلم نقوم بدفعه إلى الصف التعليمي. طبعاً عندنا الصف قابل للتعلم فيه عدة فئات من عدة إعاقات، يعني المدرسة تدرس بنفس الشعبة أطفال توحد، أطفال معاق ذهني، أطفال حركي، ومعانا الشعبة الأخرى اللي كمان قابلة للتعلم لصم البكم وضعف السمع، المتشابهين في الحالات، المتشابهين في الحالات. حاولنا أنه نفرزهم بصفين، وفي كل صف في مدرستين، وهذا طبعا عدد ضئيل جدا. نحن ناشدنا الشؤون الاجتماعية، ناشدنا الصندوق، ناشدنا التربية والتعليم بأنهم يوفروا لنا كادر انتداب للمدرسات، لكن للأسف حتى اللحظة يعني لا حياة لمن تنادي غير الخمسة العقود الذي تكرم بها مشكورة للصندوق بصرفه من سابق 3 عقود، والآن أضافوا لنا 2، ونحن ما زلنا في طريق المطالبة، يعني المطالبة المشروعة، المطالبة المهذبة، المطالبة الذي يعني في أطر قانونية بحيث أنه نوصل لهدفنا المرجوم. هل هناك حصر لعدد المعاقين وتبيين كل إعاقة كل منهم؟ بالنسبة للحصر كان في حصر تم في 2003، هذا الحصر كان عن طريق المنظمة بالشراكة مع مركز ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان معنا كشف لهذا الحصر على مستوى محافظة عدن، وكان عدد المعاقين في إطار محافظة عدن لا يقل عن 500 معاق بكل الفئات العمرية. طبعا البريقة، هذا في إطار البريقة، البريقة منطقة مترامية الأطراف، منطقة لها خصوصية خاصة جدا جدا، يعني كل منطقة تبعد يعني هي داخلتها 30 منطقة بدءا من أبو حربة إلى عمران، يعني حتى تصل إلى اليوم نحن في 2018. هل هناك حصر جديد؟ لا لم يتم حصر يعني فعلي كإحصائيات يعني ملموسة واقعية مؤكدة، والسبب إنه الحصر هذا يحتاج إلى طاقم راصدين، يحتاج إلى دعم، جهة تدعم الشيء هذا، ونحن نطالب فيه به، نطالب فيه لأنه كثير. نحن فعلا من يوم شوفي ما فتحنا الجمعية، رغم في كانت أسماء وردتنا من مركز ذوي الاحتياجات الخاصة، وجدنا أنه في أسماء أخرى جاءتنا من يوم ما فتحنا، وفي أسماء معانا، وكل ما يعني للأسف في كثير من الأسر لما يجي يسجل ابنه يدور دعم مادي، دعم عيني، يعني ما يقول لي انت ايش يعني ايش تشتي لي، بعيدا عن المصلحه التي تصب اساسا في مصلحه المعاق، يعني ما تقول لي انا بعلم ابنك باهله بدربه، تقول لا اصلا اني مش عارفه ايش اني، يعني تجيب اشياء. وطبعا انا ما لومهمش لانه الناس ثقافات متعدده، الثقافه هي الفيصل بالمسائل دي، ولكن نحن بعدين نوضح لهم نحن ايش دورنا الاساسي الذي تأسسنا لأجله، لأنه للأسف الشديد نحن واجهنا مشاكل شتى من كثير من الأسر، وأني ما لومهمش يعني، وإنما بس نحن نقرب لهم كمان الرؤية. واجهنا أنه كثير من الأسر يعتقدوا أنه هذه الجمعية مدعومة، الإمارة تدعمه ومش عارفة إيش، خاصة بعد ما ترمم يعني الموقع، ونحن يعني كغيرهم من المدارس والمؤسسات نحن ترممت فعلا، ومشكورة الشيخة فاطمة جزا الله ألف خير الذي لم نراها بعيوننا يعني، وإنما سمعنا باسمها، وهي يعني تكفلت بترميم هذا الموقع عن طريق الهلال الأحمر الإماراتي، وجزاهم الله ألف ألف خير. وأنا هنا أوجه كلمة شكر للأستاذ سالم المزروعي الذي هو عن جد يعني وقف مع الجمعية دي ويحفظه يعني حيث ما كان هو، وأوجه كلمة شكر أيضا للواء عيدروس عن جد أيام ما كان محافظ محافظة عدن، دعم هذه الجمعية، دعم الجمعية بعد ما أخرج منها المقاومة بقيادة هاني اليزيدي، أخرجهم وعمل لنا مذكرة لترميم هذا الموقع. طبعا نحن نشتي كمان أوضح هنا صورة للرأي العام إنه هذه الجمعية محكومة بأحكام قضائية نهائية باتة، لا جدال حولها يعني. ولجمعية وهذه المدرسة كانت قبل 2009 باسم التربية والتعليم، ولكن سقطت وفق الأحكام، وكان وزير التربية والتعليم أيام عبد السلام القوفي
هو من أعطى تعليمات أن تبقى هذه الجمعية لجمعية أنا وليس إعاقتي لتحقيق الأهداف المرجوة. والآن هذه الجمعية هي المبنى هذا ملكا للجمعية وفق الأحكام والوثائق التي بحيازة الجمعية. وبالنسبة للمعاقين، المعاقين يحتاجوا إلى عمل يعني بكثافة بحب بضمير. المعاقين بحاجة إلى توفير مستلزماتهم التعليمية والخاصة بتنمية قدراتهم. المعاق بحاجة إلى شخص يعني عن جد مؤمن بقضيته، لأنه ليس هو عدد رقمي بقدر ما هو كيفي. يعني أنا للأسف الشديد وجدت أنه كثير من الجهات اللي تتعامل مع الجمعيات كم، كلمة كم هذه يعني غير مجدية، وإنما كيف، ماذا سأعمل أنا بالكم إذا لم توجد عندي الإمكانات؟ هل بما معنى هو رقم زائد أو عشان أنا مثلا أطلب فيه دعم؟ لا، المعاق طاقة إذا أهل وعالة إذا أهمل. المعاق له من القدرات والإمكانات الصاخبة الذي إذا أوجد بيئة تساعده بينطلق انطلاقة غير عادية، وفي نماذج حية في المجتمع لهؤلاء تحت مسميات. نحن طبعا الآن نحن في عصر الاستدامة، يعني مسألة المعاق هو صح كلمة أنا أحبها كثير، وفي كثير يزعلوا يقولوا ليش تقولي معاق، لا معاق معاق معاق، ولكنه ليس معيق، ليس معيق. معاق رغم إعاقته إلا أنه هو من ذوي الهمم، من ذوي القدرات، من ذوي الإرادات. بما معنى نحن ممكن نخرج عن هذه المفردات من حيث التسميات، ممكن نقول ذوي إرادة، ذوي قدرة، ذوي همة، تمام، ولكنه بين قوسين هو معاق، عنده قدرة للانطلاق رغم إعاقته. ولكن أنت لما تكون في المجتمع محسوب على المجتمع إنسان كامل والكمال لله عز وجل، ومع هذا معيق، معيق من حيث التعامل. يعني أنت تكون مسؤول مثلا، أنت وزير شؤون اجتماعية وأنت أكثر واحد تتعامل بإقصاء مع هذا الشخص، يعني هذه جريمة، جريمة بحد ذاته. يفترض من المسؤول النزول لهذه الفئة والتعامل معه بكل أرياحية، بكل يعني يحاول يتلمس يتقرب منه. يعني إيش بيقرأ؟ يعني نحن لحد الآن كجمعيات نطالب نجتمع بالوزارة، يعني في هم كبير، ولكن لا حياء لمن تنادي. بالوقت اللي أنا أوجه كلمة شكر للمدير التنفيذي صندوق رعاية تأهيل المعاقين على الجهود الذي يبذله، يبذل جهود غير عادية الصدق، الأستاذ نزار القاوي يبذل جهد، وكمان الأستاذ أيوب بذل جهد سابق مع هذه الفئة، تمام. وأنا كمان أوجه كلمة شكر لوزير التربية والتعليم، يعني عن جد برغم أنه يعني نحن عتبنا على مدير التربية والتعليم بريقة، مديرية البريقة، إلا أنه أنا هنا أوجه كلمة شكر لوزير التربية والتعليم اللي هو واقف مع هذه الجمعية وعن جد يتلمس همه. وأنا كنت على أمس مع لقاء معه وأبدأ استعداده للتعاون في تعميد شهادة الطلبة الذي هنا تم تأهيلهم وتدريبهم وتعليمهم. القاضية منى صالح رئيس جمعية أنا وليس إعاقتي والمنسق العام لحقوق المعاقين بعدن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. تتحكم عقارب الساعة بحياتنا، وما نحن إلا بضع من الوقت نمضي بمضيه. الساعة والساعات مهنة لم تندثر رغم تقدم الزمن والتقدم التكنولوجي والحضاري. إحدى الحرف التقليدية المتوارثة التي باتت تشكل جزءاً من ملامح الأسواق الشعبية ليس فقط في مدينة عدن وإنما في اليمن بشكل عام.
التحولات الكبيرة التي شهدتها صناعة الساعات وتعقيداتها بفعل التطور التكنولوجي، إلا أن مهنة الساعات لا زالت تحافظ على بقائها كمصدر عيش لكثير من الأسر ممن أتقن أربابها الحرفة. منذ القدم اعتاد الناس في عدن على رؤية الساعات لا يبارح مكانه كأنه عالم من معالم المدينة الرائدة. لا تكاد تخلو الأسواق الشعبية من الساعات، تراه منهمكاً في عمله والناس يلتفون حوله كطبيب حكيم له علم بأسرار العلل والأعصاب التي تصيب الساعات بماركاتها المختلفة، محاولاً إعادة دورانها المفقود. مصاحب الوقت يداعب عقارب الساعة ويتفحص أدق تفاصيلها بشغف ليعيد الحياة لساعات أتعبها الزمن الذي لطالما دارت عقاربها لأجله، ولا يريحه سوى سماع نبض ساعة قد طال بها الصمت. لا يحتاج الساعات إلى إمكانات كبيرة بقدر حاجته إلى معرفة ومهارة وإلمام بمكامن الخلل مع كثير من التركيز والذكاء والصبر. تفاصيل عجيبة في مهنة الساعات تفصح عن مدى ولع صاحبها بمهنة ليست مجرد مصدر للدخل بقدر ما هي هواية مفضلة وجد فيها متعته وأنسه. حرفة لها طابعها الخاص الموغل في صميم المهن التي تبدأ من عمق الهواية وتتحول ممارستها مع مرور الوقت إلى حياة يستحيل مفارقتها. يجد الساعات في مهنته قيمة إنسانية، فهو يرى أنه مدير نفسه وحر في عمله الذي صار جزءاً لا ينفصل عنه وإن تقدم به الدهر. عبد الكريم قدم هو ورفاقه مشروعاً ليدب الحياة في شرايين من يحتضرون تحت مسمى بنك الدم الإلكتروني. لنتابع. مساء الخير. نصر عبد الكريم محمد سالم أسس ورفاقه مشروع بنك الدم الإلكتروني، فكرة انبثقت من معاناة صديق لهم كان بحاجة ماسة للتبرع بالدم بسبب مرض ألم به، ومن ثم تحولت هذه الفكرة إلى مشروع يهدف لخدمة أبناء مدينة عدن. بدأت بنك الدم الإلكتروني، تأسست في 3/3/2017. بداية الفكرة كانت معاناة من صديقنا شريف، الله يرحمه طبعاً توفى، وكان مصاب بسرطان الدم، فكان بيحتاج دم باستمرار مع بداية مرضه. كان يحتاج تقريباً في بداية مرضه إلى 10 قرب أسبوعياً. كان الدم مش بالفصيلة النادرة جداً،
كانت مأساة علينا ولازمنا نوقف مع صاحبنا شريف، نوقف معه كزميل كصاحب كواجب إنساني كواجب ديني. حاولنا أن كيف ممكن نحن أن نكون مع شريف بالصورة المطلوبة، بالرغم أنه يعني فصيلة دمنا غير فصيلة دمه، فكانت الفكرة أن نسوي جروب في الواتساب ونضيف فيه مجموعة من الأعضاء ويكون في تناوب لشريف أسبوعيا. خلال هذه الفترة نشرنا رابط الجروب وبدأ الناس تتفاعل واندهلنا من تفاعل الناس، وكان في خلال أقل من أسبوعين بدأت الناس يعني امتلأ الجروب، فتيقنا أنه الموضوع مش موضوع شريف بس، موضوع كثير من الناس، خصوصا الوضع الأمني غير مستقر، جبهات نساء حوامل، الوضع الصحي كمان مع تدهور البلاد، يعني مأساة يعيشها الجميع غير شريف. فبدأنا هنا نطور الفكرة من فكرة صغيرة تنقض شخص واحد إلى فكرة تنقض أو مبادرة تنقض كثير من الناس. عمل المبادرة هي إنشاء قاعدة بيانات متبرعين الدم في محافظة عدن، كانت البداية من محافظة عدن. يقوم مشروع بنك الدم الإلكتروني على إنشاء قاعدة بيانات للمحتاجين للدم وأماكن تواجدهم في المستشفيات من خلال تطبيق على الجوال وموقع ويب، حتى يسهل على الراغبين بالتبرع بالدم الوصول إليهم ومعرفة حالاتهم المرضية. بعد ما طورنا المشروع أو الفكرة، كان شريف قد بدأ يستخدم الكيماوي. شريف الله يرحمه كان بدل ما يحتاج 10 قرب أسبوعياً رجع يحتاج 5 قرب باليوم الواحد. حاولنا الوقوف مع شريف قدر المستطاع، لكن زي ما يقول والد شريف العم منير أنه شحة المتبرعين وتأخير في التبرع سبب مضاعفات لشريف مما أدى إلى وفاة شريف. فما كانش المفروض أن نموت مع شريف، خصوصاً تيقنا أنه المشروع هذا أو المبادرة هذه محتاج ناس كثير محتاجين لها، وكنا نحن خلاص في الواجهة وبدأت وسائل الإعلام تغطي الخبر، فكان في ظهور أولا عربيا قبل ما يكون محلي، كان في جريدة الحياة اللندنية، بعد كذا قنوات كثيرة غطت الخبر، فبدأت الناس تتفاعل بكثير بالرغم أنه في كان احتياج أكثر يوم لما عرفوا أنه في مبادرة داخل عدن. فقررنا أن نشارك في مؤتمر بأيدي عدن وعرضنا فكرتنا وعرضنا المشروع أو فكرة التطوير للمبادرة. كانت بداية التطوير أن نسوي قاعدة نسوي تطبيق للجوالات بنظامين الآيفون وكمان السامسونج جالكسي، ويكون كمان في موقع الويب ويشمل قاعدة بيانات مش لعدن بس، لجميع الجمهورية اليمنية، تشمل الجمهورية اليمنية. يسعى نصر عبد الكريم ورفاقه إلى تدشين المرحلة الثانية من المشروع، لكنهم يواجهون في سبيل ذلك الكثير من التحديات بسبب شحة الإمكانات المادية، رغم أهمية المشروع في ظل تعثر بنك الدم عن القيام بمهامه. الحمد لله الخطوة الأولى تأسست، طورنا الخطوة الأولى، سوينا التطبيق، يبقى معنا شيء واحد اللي هو متى بنطلق التطبيق. فحدث زي هذا أو تطبيق زي هذا يعني الأول من نوعه ويخدم جميع الفئات وجميع المواطنين، ضروري أنه يكون له حفل وحفل تدشين، يعني يكون على مستوى ويكون عشان ينجح بالصورة المطلوبة ويستفيد منه الجميع. التطبيق جاهز، لم يبقى إلا الإطلاق. حصلنا على الدعم عشان نسوي التطبيق بصعوبة جدا، وكان هذا بفضل الله عز وجل ثم فاعلين الخير. التطبيق كلف كثير، خصوصا انه يعني على مستوى والصورة المطلوبة على مستوى الجمهورية والصورة المطلوبة اللي المفروض كانت تكون، وكانت الحمد لله وان شاء الله انها توصل يعني للشيء للهدف المطلوب. بس طبعا احنا مربوطين او زي ما تكلمنا انه يعني الحاجة او العائق الاكثر هو الدعم، فكان انه المفروض يعني انه يكون بنك الدم شغال. اذا كان بنك الدم شغال بالصوره المطلوبه
كان ممكننا نحن نجلس ونتعاون فيما بيننا البين بيننا وبينهم ويعني ونتكلم وننسق خطط ويعني ننزل إلى الشارع ونسحب الدم من المواطنين بتجمعات سكانية نملأ خزينة بنك الدم بالصورة المطلوبة. زي ما تعرفي بنك الدم شهرين يشتغل وبعد كذا يتعطل الشغل، وهذا زي ما أفادت الدكتورة حنان مديرة بنك الدم أنه أغلب الأشهر يكون المقر أو المرفق موقف عن العمل بسبب شحة الديزل وكمان المحاليل الطبية وحقائب الدم. إذا كان المقر الحكومي يعاني من هذا الشيء فما بالك بمبادرة شبابية تطوعية. بالتفاؤل والأمل يسير مشروع نصر عبد الكريم ورفاقه، يقودهم في ذلك رغبتهم الصادقة في مد يد العون للمحتاجين للدم من المرضى، ويسعون إلى نشر ثقافة أهمية التبرع بالدم بين الناس. متفائلين جدا، خصوصا أن بدأنا من تطبيق الواتساب، صح أننا دخلنا بالفيسبوك بس متفائلين جدا لأنه في تفاعل كبير يعني على مستوى المحافظة، فإذا كان في دعم ممكن يوصل الهدف إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، خصوصا أن التطبيق يعني مش عبارة عن فقط يعني متبرعين ومن يحتاج ومن ما يحتاج، في بو فقرة أو لائحة خاصة بالمستشفيات كمان اللي ممكن تشارك في التطبيق. في التطبيق نفسه أيضا نشر من أهم الأهداف هي نشر ثقافة التبرع بالدم بين الناس. ثقافة التبرع بالدم بين الناس تكاد شحيحة جدا خصوصا في مجتمعنا في اليمن. بالأخير يمكن هذه الخطوات وهذه الخطة التطويرية البسيطة. يشكر نصر عبد الكريم كل من وقفوا إلى جانب المشروع ويدعو كل المبادرات الإنسانية والمنظمات إلى التفاعل مع المشروع الذي قال إنه سيقدم خدمة مجانية لأبناء عدن. أشكر فريق العمل على كل الجهود، أشكر مكتب UIT على انضمامه يعني لنا وتعاونه معنا، كما أننا أدعي المبادرات الشبابية في غير محافظة عدن إلى التساعد معنا في حين إطلاق برنامج أو تطبيق بنك الدم الإلكتروني وتحت اسم وريد، اسم التطبيق بيكون وريد، وزي ما قلنا أنه جاهز وما لم يبقى إلا حفل التدشين اللي إن شاء الله نأمل أن يكون قريب من خلال المؤسسات الحكومية أو المرافق الحكومية أو من المنظمات أو من أي مرفق يحاول أنه ينعش هذا الجانب. إلى هنا مشاهدينا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع، في أمان الله.